يدي يدي انا زمرت حالي بالديناميت وفي 9 من الاعداء بنفس العمليه الانتحاريه. لا بدنا عدد اكبر. يدي يدي انا بشارع في 250 واحد من الاعداء بنفس العمليه الانتحاريه. لا بدنا عدد اكبر. يدي يدي انا بملعب فوتبول وفي 250 الف شخص بنفس العمليه الانتحاريه. ايه نفذ. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من كوميكاز. الجمل والكلمات اللي بتقولها المرأة عادة إلى معنى تاني مخبى بقلبها وبعيونها. مثلا إذا قالت لك إيه يعني لا، وإذا قالت لك لا يعني إيه. إذا قالت لك شوف هالفستان شو حلو بيكون قصدها تقول لك بلا ما تكون بخيل واشتري لي إيه. أنا رح أتأخر شوي يعني راحت 4-5 ساعات. القرار قرارك حبيبي معناتها يا ويلك إذا ما عملت مثل ما قلت لك. عم بسمع صوت مزعج أنا ونايمة بيكون قصدها تقول لك عم بتشخر أنت ونايم يا بلا مخ. طيب طيب سمعتك إيه فاهمة معناتها لا حياة لمن تنادي. حبيبي بحبك كتير وبموت فيك معناتها دبر كم ألف دولار عندي طلب كبير وحرزين. وطلبي هلأ أنه استدعي الكوميكاز فادي شربل. بونسوار يا رين. كيفك يا فادي؟ يا شو الحديث عن قبيل؟ لا 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 هيدا كل الحكي مش مزبوط. المرأة مش هيك يا جماعة. ليه أنت بتسترجع تحكي غير هيك أصلا؟ خليها بالقلم تذبح ولا تطلع لبرا وتجي راح. فادي الليل الفريق المنافس لإلكن اسمه ويلا اللي يتحدى ويلا. انتو فريقكم من مين مؤلف وشو سميتوا؟ اذا هني ويلا اللي يتحدى ويلا نحن رح نسمي حالنا نحن لها. لا نحن لها. وتأكدوا انه نحن لها مظبوط. ورح يضم فريقنا الكوميكاز يلي كتير اشتقنا لها ويلي رجعت خصوصي من بلجيكا لتنضم لعائلة برنامج كوميكاز يلي بيجمع نخبة من ألمع الكوميديين اللي بيتجرأوا يوقفوا هالوقفة. عم بحكي عن الممثلة المميزة الصديقة ميراي بانوسيان. أهلا بمطعام والكوميكاز توني كيروز. والكوميكاز بس فريق فادي شاب. بس فريق ويلا اللي يتحدى يا فادي بينضرب له تحية. ها بينضرب له تحية ما بيقدر يقول شيء. خلينا ندعي أنطوانيت حقيقي. اهلا اهلا اهلا. هلو طلعنا بوسه والكوميكاز ريمون سليمة. ريمون سليمة اهلا. يا اهلا فريقي. والكوميكاز جوزيف عزوري. جوزيف شغله مش الحال. أما ضيف فقرة كوميستار الليلة فهو فنان بيجمع بين جمال الصوت والطلة الفنان ميشيل أزي. يلا شفناكم. خلينا إن شاء الله نربح اليوم. ادعي لنا بالخير يا يعني بشك بتشكي؟ لو بتسبحي أجمل أحسن. لا هي أنطوانيت عم بتشك هالأيام. صدقيني. قبل ما نبلش بالكوميستانت كل واحد منكم يختار على السريع اسم شخص مساند له. ورح ابدا معك ميراي. اهلا وسهلا فيك منورتينا. تفضل اختاري اسم. انا رح اختار. بدك تختاري حدا ما بيضحك.
ما بيضحك؟ تحسيه ما بيضحك يعني، طلعي بتحسي وجهه ما يعني ما بيضحك للرغيف الصخور. ليك سيلين هي قطه جائره. اوكي سيلين. ايه انطوانيت. انا بختار جاد. جاد. توني. انا بختار بدي حدا درسه طيب هذا. جورج ابو جريج. ابو جريج. ايه ريمو. ميرنا. ميرنا. فادي. والله انا احسه لشربي مثل هذا شو اسمه مفتاح الانجليزي. والله شربي شربي. جوزيف مثل العاده بيبقى لك اخر مشترك. ببالي اخر شخص. ايه بس حاسس ما بدي اختار حدا. ليه؟ ما بعرف ما بعرف، خايف لانه كلهم وجوههم يعني مثل جايين ياكلوا حدا، وستتهم بياكلوا راس الحيه. انا صرت عم خاف على حالي. هن ما قادرين ياكلوا راسك صراحه. اكيد ما حدا بكل راسي مع شعراتك. ألسي. بدي استدعي الفريقين المساندين، تفضلوا على المسرح. اهلا وسهلا فيكم. بمجرد وصولكم حطينا برصيد كل فريق منكم مبلغ بقيمه 3000 دولار. عادةً بس كون عم بشرح للناس عم مبدأ اللعبة دايماً بيقولوا لي والله 6000 دولار 3000 لكل فريق، بقول لهم ما بيبقى شيء أصلاً منهم، ما من أول حلقة لآخرها ضحك بضحك. أيوة. والدليل أول ستاند أب مع الكوميكاز توني كيروز. مساء الخير. أجمل اختبار قطع فيه بحياتي هو سنة 2010 وتقدمت على استوديو الفن وربحت الميدالية الذهبية عن فئة التقليد والمونولوج. والله برافو. ربحت الميدالية الذهبية باستوديو الفن وحياتي كلها فرقت. قبل الميدالية الذهبية حياتي مع النسوان والبنات كانت فاشلة، بس بعد الميدالية الذهبية صارت أفشل. قبل الميدالية الذهبية ما كان حدا يعرفني، صرت اطلع على استوديو الفن اخذت ميدالية ذهبية وبعده ما حدا بيعرفني. موفق بحياتك. رحت اتمني ذكي اتمني ذكي، رحت المبسوط فيها الميدالية علقتها بالسيارة صار الفري باركينج بدل 5000 10000 استاذ. بس تنكون واعيين كان عندها ايجابيات، علاقتي مع اهلي تحسنت كثير خاصة مع بي. شو بتعرف نكتة بي شكلك؟ خاصة مع بي. شو بيعرف بي؟ خاصة مع بي تحسنت علاقتي. مثلا قبل ما اخذ ميدالية ذهبية كنت عم بقدم وهيك صار يقول لي البابا لك شو عم تعمل يا زلمة انت عم تدرس هندسة، روح رك على الهندسة حظك ب 24 دينة، روح رك يا زلمة اعمل لك شيء بينفعك. بعد ما ربحت الذهبية دق له رفيقه قال له دخلك في شاب اسمه توني كيروز قدم على استوديو الفن بتعرفه؟ ابني ابني. مش هيك بس صار يقول له ايه انا بكتب له النكت، انا بكتب له النكت ايه بس ما بحب اقول قدام العالم تعرف ابني من لحمي ودمي يعني. وعلاقتي مع امي تحسنت، امي من النوع اللي كثير بيصلي، بتفوت على البيت دغري عم على طول عم بتصلي، على طول كنت اوصل على ذات الجمله لكن نجنا من الشرير، لكن نجنا من الشرير. هلا صارت بتغنجني يا برد الدعامية وقلا قلا قلا. والأجمل من هيك الصحافة صارت تتعامل معي على أساس معي انفصام بالشخصية، بيسألوك سؤال بيحيروك ببدأ بوسوار توني كيروز الإنسان، شو بيقول لتوني كيروز الفنان؟ شو بدي أقول له؟ شو بدي أقول له؟ طولان يا زمك يعني شو بدي أقول؟ بس اجمل شيء عن جد وقت ترجع على البيت كان في عندي حلقه عن جد تميزت فيها مثل ما بيقولوا، قلت خلص هيدي حلقتي، وصلت على البيت فتحت الفيسبوك 25 فريند ريكويست. والله 25 فريند ريكويست، فت عليهم 24 شاب ومعزايه. معزايه جارنا فاتح معزايه. طب ما بتعمل لك بوك بتعمل لك ما يا زلمة. انت صرنا فاتح معزية، قصدك فاتح فيسبوك للمعزية؟ لا انا ما قصدت. نحن ما فيك تغلط معنا. لا يا عم. بعد الفيسبوك وبعد كل هالقصص بالسجل فان صار عندي دينة موسيقية.
دينة من 24 تبع بي، عرفتون؟ صار عندي دينة موسيقية، فين استوديو فن، صرت أعرف شو يعني موسيقى، صرت أعرف شو يعني بيت، صرت أعرف إنه كل فنان بلبنان بيكتب غنية من وراء باك جراوند عيش ومن وراء حالة قطع فيها. وأنا مأكد إنه ملحن بركات أكستو صاحبته كانت كتير ناصحة، نزل لها غنية كل ما شفت اثنين بتذكرك. في عنا نحن هلا مطربين هلا كمان مخرجين من استوديو الفان مثل فارس كرم، اخر غنيه تبعه دادي بتحسوا انه عم بيحذرنا عن شو عم بحكي. راح خبر انا ايدت على ورقه وقلم تقولها مزبوطه للكلمات. شوفوا الكلمات، مش عم بمزح، كل شيء بجيبه بايدي عندما بيسوى شيء، شو بعمل لها يا خيي، دادي جاب لها كل شيء عراس لسانة بدها حكي كله عنه القصة وزادت عن حدها بدها نسخة منه. لحظة مش عم بمزح، مش عم بعمل كوميدي، هلا اذا مش مأكدين اسمعوا الميوزيك هلا. كل شي بجيبه بايدي عندما بيسوى شي، شو بعمل لا يا خيي بدي جاب لها كل شي، عرس لسانها ردة حكي كله عنه قصة مزادت عن حدا بدها نسخة منه. Thank you. خلينا نشوف كم مرة ضحك الفريق المساند لويلا اللي يتحدى. نشوف سوا وبعده عم يضحك. مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. تسع مرات وبقي برصيدهم 2100 دولار. وهلأ صار دور فريق ويلا ليتحدى يقدم لنا ستاند اب تبعهم. منستقبل بزقفة كبيرة الكوميكا صاحب التمشيطة المتميزة جوزيف عزوري. أكثر ما منستاهل. أهلا يا حبيبي، أهلا. أكثر ما منستاهل جاي نجربكم عاد بساطك مثل إجريك الغيب حشته معه صديق وقت الضيق عن جد. ما بعرف كيف مثل ستي الله يرحمها. الحمد لله. بس انتبه ستي أجمل. مش هي طيبة هي وميتة. طبيعي بس حلفت عندها هيك حفيد. مثل ما بتعرفوا بلبنان ما في حدا إلا ما معه سلولار. وهلا الأجيال الجديدة اللي عم تطلع مثل مثلا 3G وال4G. طب هيدي ال4G هيدي قد ما الإنترنت عندنا بطيئة، منفتح الصفحة 4G وبتضلها لل4G، منفتحها على ال4G، خي عم نتفرج عليها لل4G، لل4G، أكتر من هيك، أكتر من هيك ما بيطلع لنا. بدي أجرب أتخيل شغلة معكم، خبركم خبرية كتير بسيطة. من شي صيفية الماضي في شخص اسمه فيليكس نط من 37,000 كيلومتر من الغلاف الجوي ونزل، كل العالم حكيت عنه. طب انا جربت فكر انه هيدا بلكي عم بينط من لبنان، شو ممكن يصير معه؟ هيدا الزلمه قاعد واحد ختيار تحت بالنازع عم بيقول له تشيك ذا بتن، تشيك ذا اكسجين، تشيك في 37,000 كيلومتر بيناتهم كونكشن ولا اسرع من هيك. هيدا خيي لو بلبنان كان عمل هيك فليكس تشيك ذا بوتن لو جامب فيز تشيك ذا بوتن جامب تشيك دونت جامب دونت جامب نزل قبل الوقت بخمس ساعات. انا وشاب صديق لي فؤاد ما في مشاكل بيناتنا، بس كل ما نتصل بصير في مشاكل. بدي دق تليفون من جلد ديب لجوني، بحمل التليفون 5 مرات بتصل. الو، ايه ابو الفوف ماشي الحال؟ تمام الحمد لله. ايش معني؟ أو سيلي أنا طول يطلع أقول يلعب مش أنت يلعب مش أنت الله غريب عنا الاتصالات بلبنان دق المي ماي
برجع بعد لكم اياها. دق المي. مي. طيب حدا شي مرة جرب منكم يدق المي؟ يعني حتى اذا الاتصالات هيك حتى الامتين مش ضابطة انه دق المي مي ما بنفهمها. ام مثلا في شي على سنينك؟ ايه ما انا اكل البيضة وتقشيرة. او الاحلى من هيك الامتين الغريبة مثل الخبيط بيعلم الدب يرقص. صرت انه اول شي عنا بلبنان دبب ما في بالاساس. بس خلينا نتخيل هالحالة، بي وعمي ماشيين بالحقلة، وصلوا شافوا دب، عمي جابين هرب، بي بطل قال له روق، هدي بايده لقط عصا بلش يخبطه للدب، صار الدب يعمل هيك. غريب. بعدين طلع عمي ببي قال له شو بتعمل فيه للدب؟ قال له بناخده على الكرم، قال له بلكي اكل عنب او يقتل الناطور. هيك بيطلعوا الامتين. ما في غير مثل صح بس واحد بالبلد. قول. قال خذ الرفسه القويه من الحمار لضعيف. ليك فادي. فادي انت يا ريبوب بلا سائلي. ها انا عرفت عم تتوشوش، ما تخليني افعك مثل هلا، خليك يطلع لك شعر براسك. حساب 3 حساب 3 يا شباب يا شباب. سكتنه ما ضل شعر براسه. فادي اصلا اللي دري دري واللي ما دري بيقول كف عدس. معليش معليش. بعدين الامثال بمال والمعتقدات بمال تاني. يعني ما بفهم ان احنا وصغار كانوا يقولوا لنا ما تدل على النجمه لانه بيطلع لك تلوله. صرت فكر انا، صرت اوقف كيف بدي دل؟ اوقف هيك قول له ليك شوف هالنجمه اياها هي المضوية. لا مش هي اللي حط لك، مش هي 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 اللي فوق، مش هيك طلع لي تلوله كبيره. اكبر تلوله ممكن تطلع. عذوري هاي مش تلولي، هاي فلاش. انت بفريقي، انت لازم تحكي عني بالمنيح. هون نازل بهدلي فيي على قليل حدا يشد معي، ما معقول. بعدين احلى من هيك مثلا من الامثال انه اذا بتفتح شمسيه بالبيت بعيد الشر بده يموت حدا. ما بفهم يعني نحن فتحنا شمسيه ب 83 توفت ستي الله يرحمها بال 2000. شفت انه مزبوط يا اختي وين مزبوط. والاحلى من هيك قال بيقولوا لك ما تقطع من تحت اجرين حدا او ما تطب من وراه هيك لانه ما بتعود تطول. معلش يعني قرابتنا كان عمرها 5 سنين مرقت وما عادت مرقت مره ثانيه. هلا عمرها 14 سنة طولها متر و65 قد الشمحل. ثانك يو. أصدق ترين مرقة مش مرقة ولا شو؟ مرقة مش محل؟ مش مرقة. مش مرقة. أكيد بنهاية فقرة كوميستانت خلينا نشوف كم مرة تضحكوا وشو بقي برصيد الفريق المساند لفريق نحن لها. مرة. اثنين. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. 10 مرات وبقي برصيدهم 2000 دولار. منتوقف مع بريك صغير ومن بعدها رح نروح سوا لنبارك لأم تعان. لا ما جابت خي لتعان، إنما تنبارك لها لأنه عينوها مندوبة لوزارة السياحة اللبنانية. أكيد شي كتير بضحك بعد البريك. اهلا وسهلا بلبنان. ويلكم تو لبنان. لبنان بلد سياحي بامتياز، ومن فتره قصيره تم اختيار مدينه جبال المدينه السياحيه الاولى بالعالم العربي لسنه 2013. نحن كثير منشجع السياحه، بس بهالمشهد بدنا نضحك ونسلط الضوء على بعض المشاكل يلي لازم تتصلح، واكيد ما رح نلاقي احسن من امتعان لهالمهمه. ميراي وفادي والتور تفضلوا. تور خلينا نشوف سوا. نشوفه. هلو هاي
Anybody here? Hello? 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 Here? Anybody's here? Here, here, يا تقبلني here. لحظة لحظة رأ. رأ رأ عم ببعث واتساب لوزير السياحة لقل له إنه إجينا سايح تلقطنا فائز جديد. رأ جاي جاي يلا جاي جاي جاي. يا اهلا وسهلا فيك يا تقبرني. ثانك يو ثانك يو مدام. انا امتقان امتقان ثانك يو امتقان ثانك يو يا تقبرني. ليك يا تقبرني هاو دو يدا هاو هاو ويلكم تو لبنان هاو دو يدا هاو 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 هاو. كيف 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 شفتني بالانجليزي؟ بيرفكت غرسك لا يا يا بيرفكت. تقبرني ليك اسلام لي لكاتيب. شو حلوين انت منين جايه؟ وانا لبناني بس عايش باستراليا. باستراليا وانا ما جيت قبل على لبنان بس ماما مالبينا خبرتني عنه. الله يرحمها مالبينا. الله يرحمها الله يرحمها. نعم. ماتت؟ يس ماتت. طعان. انت كنت تعرفي ماما مالبينا؟ لا ولا بعرفاش. بس بتعرف شو؟ انه نحن اللبنانية منحب كتير نبوي. منبكي على كل العالم وما حدش بيبكي علينا. Yes, I know, I know. أنا جاي أقدم شكوى. بدي أقدم شكوى. وين يا عم ماما مالبينا؟ قالت لبنان لبنان الأخضر الحلو جبال لبنان. يا عم ماما مالبينا احترق مسينا لا خلتني أجي زور لبنان. يا حرام اشتغلت ليل نهار لتشتري لي التيكت. جيت لهون حملت هالتيكت وانت بوزك. عمي جينا لنعمل طور بلبنان. ام طلعنا هونيك واحد طور قاعد يبرمنا من زاروب لزاروب من شارع لشارع ما عاد عارف راسي من طيب. بوزي لكن تتعب روحي. قال بدي فرجينا جبال لبنان الحلوه. وين 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 هالغير بيطير العقل جبال لبنان؟ وين بيطير العقل جبال لبنان؟ كيف وين معلوم عندي جبيل بلبنان بتاخذ العقل. عندك جبل صنن، عندك جبل وين الجبيل لك عندك جبل شو اسمه قديشة، عندك جبل عيون السمين، عندك جبل حريصه. عندك جبيل بتاخذ العقل بلبنان. شوفي لشوف اخذني لهون. ها شوفي لشوف طلعي لي بهالجبل لشوف هيدا بياخذ العقل. مشهر يا امي هلا هالطار اخذك على جبل برج حمود. يا زبالي كله زبالي هيدا كله زبالي. لا تقبل لا يعني واحد انه بدي خبرك شيء تقبرني. هالجبل هالجبل غير شكل شيء نادر فش منه بالعالم. مشان هيك اخذك عليه. انت مش فاهم. بعدين هاي تقبرني هالجبل يعني كل لبناني حاطت ايده فيه عرفت كيف؟ ايه ها ها هاي روحاتي هاند ميد هاند ميد يعني شغل ايد عرفت كيف؟ ايه
يعني كل بيت بلبنان اخذ كيس زباله وعمل هيدا الجبل. ها يعني ها رح يصير بكره حديقه عامه. بتروح لهونيك في باربيكيو للبكه في راس حلو كتير من وقت للتاني بفرقه. بفرقه فولكانو يعني فولكانو بوركانو 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 معلوم يا روحاتي. ها بس ينفجر برج حمود الفولكانو مش رح يبقى ولا لبنانو لابس شنتانو. اوه نايس لبنان نايس فيري نايس لبنان. زلط بالزلط زلط بالزلط. نايس لبنان. ليك تقبرني وشو فرجك هالطار غير هالجبيل؟ ايه هيدا الطار عاساس بدي يعملنا طار ياخدنا عالقصارات. ايه معلم في قصارات بدي فرجينا هيدا عمود طويل. قال في اعومي ضو طويل يا عمود طويل. ايه ما في طلع طويل اطول من طرز. يا عمي شرف شو بدك يا اليوم التليفات ولا بدعه في كلها؟ يا عمي فهمنا يا عمي رق. ها اخذك عم عيبي تقابلني عم عيبي هناك في اكبر عواماد واطول عواماد جوبيلير اسمه جوبيلير. جوبيلير معبد جوبيلير يا معلم. مش ما بيجي الشاء قدام اكرابوليس تاع اليونان. بس العواماد اللي موجودين باليونان ما بيدخنوا. ما بيدخنوا. ليش انت شفتن يعني شفتن شفتن عم يدخنوا؟ يا شفتن عم بيدخنوا. تفضلي هون عم بيدخنوا. عم بيدخنوا. لا هالطار راح اخذوا عواماد الزق. تقبرني. لا ما انت مش فاهم يعني هو هيدا يتقبرني يعني بالاساس هو ها مطرح اثري. واسيز وزاره السياحه بدها تعمله مثل محل هيك متحف لانه ما بيشتغلش. طب بس هيدا هيدا شو معمل يعني في دخان هذا؟ ها الدخان بتشوفه هيك الدخنه. كل اللي بيدخنوا مهني ما نقعد تتخان. هلا كل اللي بيدخنوا بيروح بيتوجهوا دغري عم اعمل الزق. هن بيدخنوا من تحت وبتطلع الدخنه من فوق. نايس نايس يا نايس. دخنة في يعرف هالطار وين هالطار وين اخذك اشتي. قالنا انه نحنا خلصنا خدنا مثلا نسهر نفرفش نرقص دانس. معلوم عندي نايت لايف بلبنين. شو هيك يعني بتروح على كازينو لبنين تروح على باتران تروح على الجميزة بتروح على مونا حياة بتاخد العقل. انت لو بتشوف مغارة جعيتها طلعت من عجايب الدنيا التسعة سبعة خمسة ستة ثلاثة اثنين أربعة قشينا عمل بس لك ما تزعب زعبارة. أنا زعبارة. إيه زعبارة. هيدا الطار على أساس بده ياخذنا نروح نشوف نسوان بدنا نرقص ناس عم يرقصوا بدنا نشوف شو اسمه ناتاشا بدنا نشوف أولغا. قلت له بدي أشوف سارة. I want to kiss سارة. I want to kiss سارة. ليك يا تقبلني بلا حي. ليك يا تقبلني رح خبرك شي يعني هون بلبنين كتير حلو واحد يروح يسهر بعدين هون احسن من امستردام ومن بروكسيل ومن ابيزا. ها مع انك كنت على اساس ابيزا انا بدي روح شوف لطيف. لك ست بوزك. صدقنا ست بوزك. قلنا له يا عمي خدنا لعند سارة. I want to kiss سارة. وين اخذنا هالطور؟ وين اخذيك؟ يا مشهرة يا امتحان ولا الكسار لدى اخذك على الكسارة؟ اخذني على الكسارة. يس يس يس. ليك يا تقبرني هو يعني ليش تخبي عليك؟ هو حقيقة يعني لبنان في سلسلة جبال الشرقية وسلسلة جبال الغربية. فإمنا نحن أبعنا جبيل من قصرات وأبعنا جبيل لندمج هالعالم ويصيروا يقدروا هيك أزوقة. نو غربية نو شرقية. نو غربية نو شرقية. وحدة وطنية. I love Lebanon. I love Lebanon. إيه لبنان حلو كتير. Where were you? مين هالنشلة؟ هيدا اللي عملنا الطور. لك هالطور. هالطور اللي عملنا الطور. انطر. لا بعد في شغلي انا ما قلت لك شيء. شو هي؟ يعني بدي اعلمك كيف من دق الكيب
ايه جوعان جوعان ايه جوعان قرب لقلي قرب قرب كلك لقمي قرب جبل بس حمر اتفضلنا على عواميد الزوء يا كلام عواميد كله ها اتفضلنا كسارة ها كسارة اوف 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 دق الكبة شغلتنا واطيب كبة كبتنا واللي بيجرح من لبنان من دقه صار معيتنا واللي جرح من لبنان من دقه صار معيتني ومن كان لبنان منحبه كيف ما كان لبنان منحبه ودايما بقلوبنا. خلونا نشوف كم مرة ضحكوا الفريق المساند لويلا يتحدى. مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 12 مرة و 900 دولار زقفة كتير كبيرة لألهم. بدي أطلب منكم تتمرنوا على زلغوطة لأنه بعد البريك رح تشوفوا أنطوانات عقيقي عروس. إيه عروس؟ عروس كوميكاز يلي عريسة ليلة عرسه ما وجعوا درسه وجعه ما رح قلكم شو. انطرونا. صحيح العروس مثيلة تجوزت بس الهيئة انه خيبتها كبيرة لانه العريس طلع فوفاش وفهمكن كفاية. ريمو وانطوانات وجوزيف بيقدموا لكم مشهدون العروس والسنكري. شي حلو. الو مرحبا. ايه مرحبتين. معلم انيس. ايه نعم معلم انيس. معك العزورة. ايه مين العزورة؟ لك العزوري بالطابق السابع ببناية المختار ولو ايش يعني دول اللي عارفك يعني ولو مش مسجل رقمي يا معلم انيس يا اخي ليه بتسجل لك رقمك؟ لك ما صليت ثلاث اشهر بدي اقول لك كرمال هالميلانجير الدوش خلص بهاليومين بيجي لعندك لك صار لك ثلاث اشهر بتقول لي بهاليومين ايه معلم انيس اسمعني اليوم عرسي والله هلا بدك تجي ان شاء الله بتتهنى اي ساعة عرسك؟ على الساعة 5 ايه لكن انا على الستة بكون عندك لك شو ستة بنكون صرنا بالبيت معلم انيس هلا بدك تجي على السريع لك خلص قلت لك خلص انا جاي لعندك هلا ايه دخيلك تعرف يعني بعد العرس انه بدنا نجي وننظف ما بيأثر ايه بالله مخ العادي هيدا ستة ونص بقدر تلفن لها شي حكيم يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي اوكي 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 طبيب بالامراض الجنسية عند الرجال وعال هيدا بيته قريب يلا اوكي الو 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 حكيم ما توخزنا عم بقلك بهالوقت بس الموضوع ما بينطر كيف بدي اشرح لك جوزي لا مش مستحية بس جوزي برملي ظهره ونام كيف طبيعي؟ طبيعي يبرم ظهره وينام من بعد ما نكون عملنا شيء مش قبل ولك لا ما صار شيء بيناتنا مشان هيك عم دقلك ما بعرف عم بضل نايم ومش عم بقوم ولك جوزي مش عم بقوم
قديش صار له بهالحالة؟ من وقت ما تجوزنا يا حكيم الله وكيلك، بدك تقول من شي ساعة. بده يكون شرب كتير بسهرة العرس، ما لحقنا وصلنا على البيت، حط راسه ونام. ولك كيف بكرة؟ كيف بكرة؟ أنا ما صدقت تجوزت، ما فيه أنطر لبكرة. لا حكيم، ما صدقت تجوزت كمان بدي أنطر؟ ما بنطر، ما بنطر ولا دقيقة. أوكي حكيم، يلا نطرتك، باي. شو هالمصيبة؟ إذا من الأول مبلشين هيك. وقال شو؟ قعدت أمه تقلي عمهلك عليه شوي شوي، عنده فتاك مفروض يحملني على التخت. قلت يا بنت بلا ما تخاطري، أنا حملته فوتته على التخت. حط راسه ونام. يقطع حظك يا متيل، منحوس منحوس، ولو علقوله فانوس. معقول وصل الحكيم بهالسرعة؟ تفضل 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 تفضل. يا أهلا يا أهلا يا أهلا. يا وسهلا فيكي. يا هلا تفضل. والله إجينا اتصال. وصلت وصلت وصلت. إيه قلي لي شو المشكلة؟ قلت زيادة عليكي يا مدام، القصة مش هينة. أنا حاسس إنه في شيء جواني مش بعيدة، لأن أنا اشتغلت بالبراني قد ما بعرف، ما مش الحال. أنت ما شفتيه آخر مرة كان مطعوش شيء؟ لا شو مطعوش؟ مش مطعوش مثل الألاف لا مقصورة. إيه لكن بركي لا ربما يكون مسطم. جربتي تنفخي فيه؟ يعني بحس بكي نفخ. هي مش عارفة كيف كنتي مقدرتي. بسيطة. على كل حال خلينا هلا نشوف هو تقريبا كم انش. كيف يعني؟ يعني كيف بدي اقول لك اياها؟ يعني كم انش بلا معنى؟ يعني قديش تخنوا؟ بلا معنى 5 انش، 4، 3، 2 انش، 1، نص انش، ربع انش، ونيش، النوش. يعني بعتقد شي ربع انش. عاكل حال بسيطة. خلينا نشوف شو هي المشكلة. ايه تفضل تفضل. هلا اني رح ظبط لك اياه ورح خليه يدفق دفق هيك عتخنه. يا ريت. ولك اذا بيسقسق سقسق انا رضي، يعني بس يشتغل. لعيونك يلا بس دقيقة. تفضل. من هون. بعرف بعرف. عم بجلسوا مش هكاية بالنفاك. ولك شو عم تعمل؟ ولك عم أهلك شوي يعني احنا نكون بشي نصير بشي. خلي ايدك خفيف عليك. بسيطة مدام. دخيلك طمني. شو المشكلة؟ هلا اني زبطت لك ياه من قريبه، بكره بيجي بغيره. ليلى سايسري حالك فيه. ولك كيف بدك تغيره؟ ولك ايه ما هينا اللي جوا اللي عندك ما بيسوى. بده كب بالمره. وانا تسلسلكم الليله ركبت له واحد بلاستيك. بلاستيك؟ ما بدي بلاستيك، ما صدقت تجوزت. ولك يا عمي جابوا البلاستيك. البلاستيك بيطعم. لا يا مدام كيف بيطعم؟ احنا بالعائلة كليتنا مركبين منه، انا مركب واحد بلاستيك. ايه ما تتعجبي، خيي مركب بلاستيك، اخواتي كلهم عمتي.
طب اكون كذب عليك، عمتي مركبه واحد بلاستيك ما لحقت ركبت لها ايه ما بتشيله. لقطه غريبه ايديها واجريها. ليكي مدام، هيدي مشكلة بتصير مع كل الناس. بس بلاستيك. لك شو بقول بلاستيك؟ أول شي فكه وتركيبه ولا أهين من هيك. تاني شي بيلقى دعك، بعدين إذا هيك منتعتي فيه ما خبطتي فيه ما بينقرم بإيدي. إيه شو لكن؟ أنا عملت له وصلة صار أطول شوي. بس شو؟ صار ركوبه مزبوط؟ هيدا أهم شي يكون ركوبه مزبوط. ليكي مدام، بركي بكرة إذا تأخرت والعريس اضطر يستعمله، ليكي هني مش اثنين؟ ايه وحدة حمراء ووحدة زرقاء؟ ياي يا تعطيرك يا ماتيلنا، شو ده يبغى أزرق؟ ما بيأثر ما بيأثر. المهم الملت اليمين الحمراء ما تمتعي فيها كتير، رخوة بتطلع بإيدك. يا تعطيري من شو رخوة؟ عم بلعب بإيدي فيها. جايزة جوازتك يا ماتيل، حظ منين مجيب لك يا ماتيل؟ ما بيأثر ما بيأثر. ايه اجى العريس، يا اهلا بالعريس. شو عريس؟ عزلقت؟ شركة. بس ليك؟ يا مو طالع ما بتلعب فيها؟ لا ابدا. انا بس؟ ابدا ولو ما انت الوحيد اللي بتمد ايدك عليه. شو لك انا؟ لا ولو ما المعلم انيس هو اهم سنجري بالمنطقة، انا ما بعتمد غيرك. سنجري؟ ايه هلا حضرتك سنجري؟ شري يعني انت ما بيك شي؟ لا 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 يا حياتي روحي ما معلم انيس هون. ما بيأثر ما بيأثر. خلينا نشوف بعد هالمشهد الرائع كم مرة ضحك الفريق المساند لفريق نحن لها. مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 14 مرة وبقي معهم 600 دولار. بينما الفريق المساند لفريق ولا يتحدى بقي برصيده 900 دولار. إذن الفائز معنا هو فريق ولا يتحدى ولا، مبروك الربح ورح نسلمكم تشيك كبير بقيمة هالمبلغ. ألف مبروك، أكيد رح تتقاسموه سوا بيناتكم، مبروك. خليكم معنا لأنه بعد البريك رح نستقبل ضيف فقرة كومي ستار الفنان ميشيل أزي. وصلنا للفقرة الأخيرة بحلقتنا، فقرة كومي ستار، وضيف كومي ستار الليلة فنان موهوب تخرج من برنامج ستار أكاديمي 6 وبسرعة لمع نجمه وتصدر عدد من أغنياته المراتب الأولى بالإذاعات وعلى الإنترنت، وصار عنده معجبين ومعجبات كتار بلبنان والعالم العربي. غنى الأغنية الرومانسية والطربية والجبلية وبرع، ولما مثل فاجأ الكل بأدائه النجم ميشيل أزي. مساء الخير ميشيل، كيفك؟ خبرنا كيف الأجواء هون بالستوديو؟ كثير حلوة، أنا كنت متابعكم من فوق الإضاءة، قاعد فوق عم بتفرج. أي وشو طلع معك؟ روعة، كثير حلوة الأجواء بالستوديو. قد إيه بقي معك برصيدك؟ صفر حسابي. صفر؟ يعني. بس نحن ربحنا أكيد شوفتك معنا. ميشيل رح أبدأ معك بظاهرة الخطف يلي هي ظاهرة هلا دارجة كثير هالأيام، خبرني أنت كنت المخطوف أم الخاطف؟ أنا كنت المخطوف والخاطف. هات نشوف. كنا طالعين أنا وأصحابي شباب، شي 10 شباب طالعين نخطف العروس، شاب صاحبنا بده يتجوز ومن التقاليد اللي عندنا اللبنانية إنه بنخطف العروس. فطلعنا لنخطفها نحن، طلعوا الشباب علينا من ضيعتها خطفونا لنا وفوتونا على البيت لعندها. بقى صرنا نحن المخطوفين. يعني كنتوا بدكم تتحدوا، طلع ويلا اللي يتحدى ويلا. ميشيل المعروف انه لما بدك تهاجم الولاد الصغار الاميه بتدافع عنهم، بس اي اميه انت جربت تتجرأ انك تهاجمها وهربت مثل الغزال؟ يا ريت بتخبرنا شوي.
كنا كمان نفس الشباب يعني واصحابي على طول يعني نحن نفس جروب. كنا بالبترون نازلين بالليل بطرقات البترون بنط ترفخ نزير شي 30 خنزير قدامنا صغار بس هالقد يعني قد البسينات. نحن الابطال فتحنا الابواب ونزلنا عليهم الخنزير. هلا انا وراكد نزول بالنزل يعني راكدين قدام الخنزير بسمع حرتها احدي بالحشيشات وبسمع شاب صاحبي عم بيقول لك بركي اجت الأمية بركي اجت الأمية وانا كان بعد في نص متر بلقط الخنزير الأمية عم تقول له باب فلي نقصت الخنزير وفليت. ميشيل نحن رح نتابع معك ولكن هلا مع التمثيل اكيد صرت تعرف ما في لزوم كثير اشرح لك بس رح ادعي ضابط كيروز ليعطيك ثيابك لتلبس لتمثل واكيد ترتجل. ما بعرف شو حيصير مثلي مثلك. اهلا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا شرفت يا اهلا ميشيل يا اهلا وسهلا شرف يا خي شرف اهلا وسهلا تعال يا خي تعال تعال جيبوا جيبوا لوينك احترم الدوري ادم يلا يا خي يلا دخيلك يلا عنا شغل يا اهلا يا اهلا شو ما عنا شغل معنا غيرك يلا يا خي ولا شو وهربان عنا غيرك مليون واحد بالصف واقفين ما عم نلحق. بالمختصر مفيد صار في عنا كتير فنانين بهالبلد ونحن عم نعمل تصفية عم نصفيهم فنحن هون بأمرك رح تكون يعني قاعد بأوتيل خمس نجوم هون مينيموم يعني شو بتريد نحن بخدمتك شو ما بتعمل وحياتك صار من هذا خمس جمامي شو جماجم جماجم خمس جماجم خمس جماجم ها تفضلوا على الجمجم الحلو احزار منو هذا مين هذا هذا يا حبيبي هذا عازف كمان بس ليك بيشبهه لا هذا ما حدا بيشبهه هذا هذا ما بيشبهه عازف كمان هذا غلط بدل ما يعمل الدو عمل الله فطلع عند الله اي والله طلع يكفي العازف فوق فحبيبنا انت شو بتريد نحن بامرك حبيب عندك شي طلب عندك شي ما مثل وغز الابره هون ايه ما بتحسها هيك تك وهيك بتسبلها وهيك يا ابره يا زلمه وين لا ما تخاف تخاف لك في الرعب حرام يا زلمه بعدين انت طولك بيساعدك طولك بيساعدك هي انت يعني انت يعني انت مش بدك وقت لا انت هيك دغري ما في مش ما بحس شو هي اول مره بتنشني اعوذ بالله ميشو بلش يغنجني اه طريت الاجواء فيني اطلب طلب اي تعال بما انه انت هيك لكل الزباين اللي اجوا لهون وحياتك بس ان شنقوا ما حدا تشكى ابدا والله ولا شيء عندك شيء طلب عندك طلب بدي ادخن سيجاره بس لا حبيبي نحن ممنوع التدخين بعدين هذا بيأذي صحتك الواحد يموت بس يضل بصحته طبعا عبالك شيء طلع عبالك شيء يا ميشيل طب اكل اذا مش دخان تكره عنك شو بتحب شيء بيتزا بيتزا تكره معك انت بتحب رقيقه ولا سميكه سميكه مثل حضرتك وحضرته هاد له تفضل جاوب شوف معك كاتشب ولا بلا كاتشب دعمة إذا بدك حط شوية كاتشب على القرعة كمان ياي يا ويلي يا ويلي إيش مين يعرفك يا ريمو روح 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 أبو الصف روح روح أحسن ما أبعتك تعمل قهوة طيب أنت بتحبها بحر ولا بلا حر بحبها مشلفطة بنحط لك شوية بصل لا بلا بصل إيه طبعا أمي بسلو حدا هو طالع ريحة التم هو طالع إذا في تبويس بعد الشنق راح تبوس أنت يا ريت اللي حياته بدك تبوس راح ما هون في عندك مليون حدا ناطرك لتبوسه نوعية الحبل اللي جبنا لك إياها على القلصطة وحياتك شغل معلم أبو أنطون سينيه يعني سينيه لا هاي سين طه إيه ما جبنا لك إياها ألمنيوم استرخصنا وجبنا لك إياها يا با لا ولو بتمون حبيبي سمعنا شيء هيك هدول السولفيج نعم لا 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 فينا نشئ نخلص سمعنا هيدا يا ريت يا ريت مش انت والله بدك تقعد بالصف لانه بده يشنقوا كثار يا معلم بس ماشي حال ماشي الحال يلا سمعنا يلا طيب خلص قول قول لخي قول لنا شيء ما المعرفة يا ليلي يا كمل عاد خي عاد دك عاد خلص عاد
ما غنينا يا خي عاد غنينا بعد. الله يخليك. براءة 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 يا خي. هذا الصوت بدي تعرف يا عنا لقال لك شغلة. براءة 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 خي براءة. إذا هيك صوت بدنا نشنقه والله ما بيضل حدا بالبلد ما لازم نشنقه. أنت صوتك حلو ومتصور ما لازم نشنقه. ما على ما أظن لازم يغني لنا بس بدون هدول التيب. ما غني بلا هالتيب. زقفة كبيرة لحبيبنا ميشيل ومسرح لميشيل. مسرح لميشيل تفضل. We'll be right back.